شو ردت فعلك وقت اللي ترى براكاش قدامك؟ كيفاش تتصرف؟ نجبد تليفوني نطلب الاسعاف. اما يجيوش اكيد اما باش نتدخل انا بيدي ما نجمش، لازم نشوف شكون فما نطلب النجده من حد. اي ربما نعمل نقول لهم بالله عاونيها ولا هيك ولا هيك، اما باش نتدخل انا صعيب ياسر، صعيب ياسر الحقيقه. فهمت؟ سوبوزون انت قاعده تشوف ولاحظت انه فما زوز مثلا قاعدين يتامروا، خلينا نقولوا باش يعملوا براكاج ولا باش يخطفوا ولا باش يعملوا حاجه، نقول للشخص هذاك الضحيه هذاك ونبهوا. خاطر صارت لي، لا ما تخافش، خاطر صارت لي مره هكاك ونبهتها. شو عملت؟ قلت لها رد بالك على ساكك. انت باش فقت ساعه؟ خاطريتهم يغزوا لها معناتها مركزين عليها وبالاشارات نتاعها، وواحد وهما قدامي سبقت شويه اني وكاني معناتها عملت لها هيك وقلت لها رد بالك على ساكك. فهمت؟ انقذتها خلينا نقولوا من براكاش. نجم تقول هكاك. وفما مره في الميتو نتاع لهنا في تونس حب يتحرش بها معناتها راجل وهي مسكينه، وبالحق حاجه تاسف برشا 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 اللي تقراها من المسافرين يتفرجوا حاجه عاديه منظر عادي. فهمت؟ وكينهم كل واحد اخطا راسي وضرب كما نقولوا. يعني ما يدخلوش؟ ما يدخلوش. فما ناس يقول لك انا نخاف من ردة فعله. اني لولا نخاف الحقيقة، اني رغم اني متأسفة لها وكنت خايفة، اما اخي خاطر حاجة اللي صارت عليها باش تصير عليا ولا على اي انسان كان عادي. قول انت لازم نبدلوا العقلية ويلزم اللي راه حاجة يتحرك معناها. اكيد اكيد نبدلوا العقلية وليه، وحتى قبل معناتها كانوا يتدخلوا، كانوا فما شهامة اكثر، توا ليه توا تقاموا رجال ويتفرجوا عاديين. اخطر راسي وضع اللي باش مقدوره في مقدوره باش يعمل حاجه باش يعاون بها يلزمو يدخل، يلزمو ما يلزموش يدخر جهد باش يعمل لك حاجه هذيك مهما كانت بسيطه، ولو حتى باش يصور باش يفضح باش ينشرك العبد هكا اتونسيون ردوا بالكم منه راهو ماهوش كوريكت معناها، المهم باش يصور باش حتى من بعد فاصل مو يشدكم معناها مش يعمل عمله ويهرب يمشي ما عاد حتى حد لا يشد ولا حتى بالاوصاف ساعات ما تجيبش. صار قدامك حاجه من هكا؟ والله الحمد لله لا، الحقيقه معناها الحقيقه هي حاجه بي عندها كهرباء الحقيقه. لا الحمد لله ما صارش هكا بالكهرباء، ما صارش. ايه الحقيقه ايه. معناتها هي بالكهرباء، ما وين ناخذ المواصلات وكل اي معناتها صارت عليا. قلت لك هذه تشجع الناس انهم يدخلوا في الوقت المناسب؟ اكيد 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 تشجعهم اكيد، خاطر قلت لك كيف ما صارت عليها باش تصير عليك انت مع اخو عليا وعلى فلان وعلى فلان. يصوروا زاد باش يصوروا انت... اي والله ساعات بوم والله الطفله تصور معقول، اما راجل انت في عوضه تصور انت حامي عليها. فهمت؟ ساعات نراهم في الفيسبوك ولا في اليوتيوب تقام يصوروا بعد اللي يهبطوا، انت اللي في عوضه تصور بيه اعمل بيه حاجه، تلمت انت وزميلك اللي بحذاك ولا واحد واعملوا حاجه انقذوها ايه ودخلوا، خير ما تقعد تصور بعد اللي بعد ما يفوت الفوت. فهمت؟ تو احنا كنساء كان عندنا شويه خوف ورهبه ومش كيف الرجاله، الرجاله متسمين على مالوغوزمون ما عادش اي مالوغوزمون ما عادش عندنا الحكايات هذه. قلت لك اني ريت حضرتها اي ما نعممش كما قالت ما نعممش الحقيقه. فهمت؟ اما الشهامه هذيك والحماوه هذيك نتاع الواحد قلت لك لاحظت ان فما مره في الميترو فهمت هيك. ردة فعلي صارت قدامي مره في مترو 9 نتاع الليل 9 ونص نتاع الليل، واحد مركب طفله صبيه معها بنيه ازماتيك جاب لها سكينه ما تكلم حتى حد. تكلمت انا شدت فران المترو حبست المترو باش جاي مول المترو باش دافع معايا. فهمت؟ كون ردت فعلي وانه ندافع باللي ما نقدر عليه هكا مهما كان عنده سكينه سيف، انا خدمتي كواش ما يغلبنيش واحد عنده سكينه شادده على واحد نجم نفكها له. ندافع لك الانسان اللي وقالوا براكاش. هذيك ردت فعلي معناها كانه هذاك اخويا مسلم وهذيك اختي مسلم عندي كيف كيف. ما خفتش؟ لا ما خفتش. ما خفتش ديجا فكيتها له السكينه وقال لي انا ود الكبري، قلت له انا راني ود الكوشه 30 سنه خبره عملت له هكا نحيتها له ما خافش. علاش باش خاف انا الحاجه نخاف منها في الدنيا هذه وانه نخاف من ربي، اما حاجه اخرى هي حاجه الكلب كي ينبح الكلب نخاف، اما هالمجرم وهل عنده سكينه علاش باش خاف منه.
انسان براكي واحد تكون انت شجاع، فايده الشجاعه في القلب راه، والذكاء في المخ، مهما كان نوع السلاح الابيض اللي عنده تنجم تفكوله راه، بالاقناع بالحيله اللي تفكله المشطول في الزمالي، اما بالحيله تنجم تفكله السكينه اللي عنده ولا اللي هو ولا موس ولا بورتلام ولا اللي هو تفكله وتسايبك الانسان في سبيل. بعد ما فكيت له شنو صار؟ هربت. قالوا الناس كل قتلوا من المترو، انا الوحيد تكلمت، الناس كل تبسط روزها، رجال كلهم عبي المترو ما تكلم حتى حد. الطفله ديجا صارت لها ازماتيك، معناها هبطت في المحطه بنا الطياره هذيك المنتزه، قلت لها لا واصل هبط المحطه الاخرى باش ما يمشيش يرجع لك، خاطر هو هبط غادي، معناها من المروج اثنين للمنتزه وانا نتفرع انا وياه، حبس المترو بعد ما فتت النفق. لكن البنيه قالت لي عمي ربي كسر من امثالك، وهذا اللي خسرت عليا وكاو. صار واحد يحب يهز مراه سبيه بالقوه ومع بنيه ازماتيك، هي لم ترى ضمير التونسي يزمي فيق، احنا ضميرنا بعد ياسر، ضميرنا اللي هذا يخمم في كرش وفي ماكلته ياكل الحرام ما ياكلش مهموش، مي كون ضمير هذاك انسان مسلم كيف كيفه. وقالت له كا يزم تعرفه ولا ما تعرفوش، يزم ترمي روحك حتى ولو وقع فيها ضرر، انا مستعد اي براكاج، فهمتي؟ الانسان مراه ولا راجل راني وقريب لي نعرف كيفاش نتدخل. على رواحهم يقول لك الله اعلم على رد من يقول لك ما عندوش قلب وما عندوش ضمير وما يهموش. في ناس تسرق ويسرق يتبراكي ويسرق، قال لك اسكت. كيفاش؟ قلت له اسكت. اربعه راهم مش واحد، راهم نحكي لكم عام اربعه نحيت لله وللسكينه، ها الحمد لله يا رب. اربعه مش واحد راهم، اربعه كي نحيت لله وللسكينه كلها هربت، فهمت؟ تحل بتباع المتروات، تحل الباب كيف كفره كلهم هرب. وقت اللي الناس الكل تسكت في حاجات هكا، مش وكأنك تشجع على البركاجات؟ كي يسكتوا الناس هو بده يخاف، كان تصير له كاتا ويقول انا تبركيت ما لقيت حتى حد. معظم الشعب التونسي خواف، يرى سكينه يخاف، ما عادش يقول لك سي وفات، سي ضربني نعطيه اللي عندي ولا ما نتكلمش. كي انت يقول لك اخت راسي واضرب، اللغه هذه انا ريتها، اخت راسي واضرب. علاش؟ مواطن بصفة عامة بشر خلقه ربي، قعب له بركاج مهما كان جنسه، بشر لازم تدافع عليه. علاش؟ معناها أنت تشجع أنه واحد يتدخل وقت اللي يراه أي حاجة؟ إيه يتدخل وقت يراه أي حاجة، خاطر مشينه على حاجة مضرة، تنجم تكون الوقت هذاك جريمة قتل. ميسالش ولو يتجرح، هو يفكك الإنسان هذاك، حتى مش عند العبد، عند ربي، ربي راعي له بها العبد ما رامي حتى كي يشكروا مش مشكلة. ما نجمش نتدخل، خاطر اللي باش يبراكي باش يكون مسلح، يا بموس يا بسكينة يا بإلا حال، معناها بإلا حال. حضرت حاجة هكا؟ حضرت في المترو معناها سرقوا شركة نتاع، ونجم حتى حد يتدخل، رجال ما تدخلتش، فهمتي؟ بانك امرأة وربي يهدي وكهو. يعني أنت كي ترى حاجة هكا ما تدخلش بالكل؟ خاف ما نجمش، خاطر هو اللي باش يبراكي يبدا مسلح راهو. معناها باش تراسي لي مضروبه، فهمت؟ واللي باش تدخل باش تضرب زاده، فهمتني؟ دونك انت تشجع على انه الناس تدخل وقت اللي ترى براكاج ولا ما تشجع؟ ينجم يتدخل، اما مرا ما تنجمش تدخل راه، يبدا راجل ينجم يتدخل، اما مرا ما تنجمش تدخل، اللهم تبدا مترينيا، فهمتني؟ شو ما الحاجات اللي حضرت عليهم كما هكا؟ في مترو على شركة ولا شركة بورتابل هذيك اللي حضرت عليه. كي تحضر على براكاج شنو تعمل؟ تتدخل ولا؟ لا ما ندخلش فيه، نخاف بصراحة. نخاف يبدا مسلح، يبدا عامل حاجة، سبحان الله هما مش في وعيهم بصراحة، شي خوف. حضرت على حاجة قبل؟ لا. صارت علي. شو صار علي؟ صارت علي مرة. تعرضت لبراكاج؟ تعرضت مرة. كيفاش؟ في نحملي ستوشي. نحاولي ما لستوش، هي مرة نحاولي ستوش، أما مش بتهديد قوي ولا حاجة هكا، خطفوا ومشي هكا هو، خطفوا لي وهرب هكا هو. فقت بيه من قبل ولا ليه؟ لا ما ريتوش، كنت تغميت معناها أنا شادة هكا في يدي، وهو خطفوا ومشي هكا هو. شو عمل بعد؟ ما عندي ونعم، جاتني كل بهتة قاعدة نغزو هكا هو، العباد يعملوا لي شو باش تعمل؟ دافع اللهم كان أعظم هكا هو، مش برشا. أما غاضوني فاتح الدار بطاقة تعريفي
كهو في اوراقك معناها بطاقة تعريف وفاتح، اما الفلوس الحق مش برشا، حكاية 6-7 آلاف فرنك كهو، مش حاجة كبيرة. ما دخل حد وقتها؟ جملة دافع الله مكان أعظم كهو، ناس كل تخاف، ناس كل تخاف بصراحة، الوقت الدنيا تخوف. إذا كان الناس كل تقعد تغزر وقت اللي تشوف براكاج وما تدخلش، هذه مش حاجة تشجع المنحرفين؟ أكيد هي حاجة خايبة برشا برشا، وماذا بينا ندافع على بعضنا ونشدوا، أما شيء وقت اللي يخرج لك سكينة ولا يخرج لك ما نعرفش ساتورك الطويل ولا العباد ولا تخاف، خاطر ساعات موس حتى كان مسلم هذاك يشلط لك وجهك بعيد شر ولا يضرب فيه اليد. العباد ولا تخاف على رويحها، عندهم صغار زاد هما مسؤوليات، ولا تخاف هما رامين رويحهم ديجا ما همهم حتى شيء.